السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم، أنا وروز وريم وسارة. عندنا ضيفة جديدة. أيوة عندنا ضيفة جديدة، شو اسمها؟ نتعرف يا أختي، إيش اسمها؟ مارشميلو. غريب اسمها. طيب عرفي اليوم إحنا راح نسأل ريم حد. اليوم راح طب خلينا نتعرف على بعض. طيب يلا نتعرف عليك، ايش اسمك؟ مارشميلو. ليش اخترتي اسم مارشميلو؟ لاني خد. لانك ايه؟ خد يا اختي. كم عمرك يا مارشميلو؟ 5 سنوات. 5 سنوات؟ 6. 6. تعرفي مارشميلو يعني كيف؟ يعني كذا مارشميلو اللي ناكله. اللذيذ هذا. طبعا مارشميلو هي اخت نوره، صح؟ ايوه. يعني انت اختها الكبيره، فاكيد هي شايفتك اختي المذيعه، انا ابغى اصير زيها. تبغى تصيري زي اختك؟ ايه. انت بتروحي الروضه؟ ايه. اكيد بتروحي الروضه، صح ولا لا؟ بس نعم. ما تبغي؟ يعني ما تحب المدرسه؟ كيف ما تحب المدرسه؟ الحين راح نسأل ريم وفي بعض أسئلة كذا، وأخليها أسئلة محرجة. لا تحرجوني، الله يخليك. أسئلة محرجة. طيب بجو بجو بجو. أسئلة. يلا. طيب أول سؤال، كيف تتعاملي مع بنتك إذا صاحت؟ على حسب، يعني مثلا إذا طب إذا أزعجتك مرة كذا. هي بتسوي زي كذا، يعني على حسب. احيانا اسيبها اذا كانت مسويه اصلا، هي بتتدلع يعني وبسوي بس كذا يعني. واحيانا اذا مثلا تعورت ولا في شيء مضايقها، لا اروح اكلمها واحضنها واقول لها ايش بيك، ايش مضايقك، زي كذا يعني. ايوه، ما ازعق عليها يعني. هي تكون لا، اذا تدلعت وازعجها مثلا، اذا تدلعت اعاقبها. اذا انت كنتي في عزيمه مثلا وجبتيها، خلينا نقول جبتيها يعني، ايوه، وهي قامت تدلع وزعجتك، عادي اتصل على ابوها يجي ياخذها يوديها البيت، عشان هي ما تستاهل تخرج وتسوي زي كذا. اللي يخرج لازم يكون مرتب قدام الناس، يسمع الكلام، لكن كذا على الفاضي لا يخرج، يرجع البيت. لو انت جبتك بنتك هديه، حتفرح ولا لا؟ اكيد تفرح، هي مره 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 تحب الهدايا. كل يوم تتصل تقول لي ماما وانت جايه البيت جيبي لي معاكي هديه. اقول لها خطا، كيف كل يوم هدايا؟ الهدايا بس في المناسبات. اروح البيت الاقيها تبكي، فين الهديه؟ اقول لها ما يصير، الهديه لازم في المناسبات بس. طب هي ايش تسوي؟ هي تروح الروضه. ايوه، وتحب الروضه بالمره يا مارشميلو، الروضه مره حلوه، تعلم فيها. الصراحه عاد في الاجازه كلها بجنن ماما، ماما يلا خليها اروح، ماما خليها اليوم عادي امشي نروح المكان المدرسه كذا يعني. عاد انا احب المدرسه. ايوه المدرسه حلوه، بس انا ماني عارفه ليش مارشميلو تجربتها سيئه في الروضه. ليه ما بتحب الروضه يا مارشميلو؟ طب ما بتعلمي الاغاني، الاناشيد الحلوه؟ ايش قولي اللي تعلمتي بالمدرسه. ها يلا. كان هناك امرأة عادية. يلا يلا قوليها. سمعينا. ولا انا اقولها؟ بقولك قولي. قولي ايش تبي تقولي؟ يعني عن كذا الخميس كذا. الخميس؟ يلا قولي. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. ما شاء الله شاطرة، شفتي كيف المدرسة حلوة؟ تعلمت أيام الأسبوع بالإنجليزي. شفتي؟ لا تقول المدرسة ما هي حلوة، أكيد المدرسة خلاص حلوة. خلاص تعلمت كل شيء. خلاص ما يحتاج تكملي. إيه بس بيجي تطلعي على طول على ناسا على الفضاء. بس ما تصيرين دكتورة ولا تصيرين معلمة. عادي خليني أنام بالبيت، أحب النوم. ريم ريم أنا عندي سؤال. تفضلي. إيش أحلى، الرياض ولا لندن؟ قول الصدق. الصدق شمس الرياض طبعا. ايش اللي صار؟ لا تتكوا على الطاولة. ها اكيد شمس الرياض اقدرها واحبها واحترمها بحرارتها بشعاعها، اكيد الرياض. لانه لندن اغلب السنة ظلمة ومرة برد وما نشوف فيها الناس. عشان كذا لما جيت هنا الرياض صرت اقدر الشمس واحبها، اقول الله البلد مرة حلوة عشان فيها شمس، واكيد الرياض حلوة وبلدنا وفيها كل شيء الحمد لله، فاكيد الرياض حلوة طبعا.
طيب انا ابغى شيء. اتفضلي. لما انا اروح شرم. تروح شرم؟ شرق؟ لا شرم قالت. شرم الشيخ؟ شرم الشيخ اللي يصبحوا فيها دي. طيب لما اروح مره طبت في البحر. ايوه نار كذا الجو نار حراره. ايوه ايوه ما تحبي الحراره انت؟ احب انا الثلج والبرد. زي دحين الجو في الرياض مره حلو صح؟ ما هو بارد ولا هو حار. بس انا احب الشتاء بس ما احب لانه دائما يجي زكام كلنا نمرض في الشتاء صح؟ طيب متى نلعب؟ نلعب؟ يلا ايش تبغى تلعب؟ تبغى تلعبي ولا يهمك يلا يلا نلعب نلعب مع مارشميلو. حنطلع فاصل اعطوني حنطلع فاصل ونكمل اعطوني ما حبي.